فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقا مع رئيس التنفيذي لمجموعة بي إن ميديا القطرية ناصر الخليفي بتهمة الفساد وتقديم رشاوى على خلفية منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم على قنوات بي إن سبورتس. وكان مكتب المدعي العام السويسري أشرف على عملية أجريت في آن واحد بفرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا، وعلى أثرها قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا في سردينيا، ويشتبه أن هذا السكن يشكل وسيلة فساد استخدمها الخليفي للحصول على حقوق البث التلفزيوني.